بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعين قناه عرب قلو لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم هنتكلم عن لينكس مينت ومركز التحكم الخاص بلينكس مينت ماتي. تمام، بالنسبه للدرس اللي راح الخاص بلينكس مينت تكلمت عن المنيو هذه، وقلت في ورقه خصائص راح ناجل نتكلم عنها الى الدرس الجاي، وهذا هو الدرس. اوكي، بالنسبه لي مركز التحكم طبعا راح اتكلم عن نسخه ماتي اللي تجي بالشكل هذا. تمام، سينمين راح اتكلم عنه ان شاء الله بس نخلص اصدارات ماتي. طيب ندخل على المنيو. بالنسبه للكنترول سنتر اللي هو مركز التحكم، هذا هو هنا. اوكي، تدخل من هنا. طبعا من خلال مركز التحكم تقدر التحكم باشياء كثيره. المميز بالموضوع انه قد بعض التوزيعات تحمل نفس مركز التحكم هذا، تمام، الخاصه ب ماتي. لذلك اذا كان عندك ماتي قد تجد بعض الخصائص هنا. طيب نبدا. طبعا اليوم راح اتكلم عن البيرسونال فقط، تمام، اللي هي المنطقه هذه، وبعدين راح نكمل على بقيه الاشياء. طيب بيرسونال، اول شيء عندك اللي هي ابييرنس، طبعا هذه خاصه بالمظهر، تمام. فاحنا بيوم من الايام اعطينا هذا حق، واعتقد كيفيه طريقه تعديل الثيمات والى اخره. لكن على السريع انت تقدر من هنا تختار ثيم معين، تقدر تسوي انستول اذا كان عندك ثيم موجود على الجهاز، تقدر تسوي كستمايز بحيث نقدر نطلع كستمايز، بعدين يوديك على اشكال من هنا ممكن تعدل منها بالوان، ممكن تعدل الاطارات، ممكن تعدل الايقونات، ممكن تعدل اللي هو شكل الماوس، تمام، زي ما انت شايف. هذا بالنسبه لي الكستمايز الخاص هنا. طبعا بعد ما انك تعدل ثيم معين ممكن تسوي سيف از وتحفظه باسم خاص بك، تمام. بالنسبه للباك جراوند، هو مجرد خلفيه، ممكن تضغط على الباك جراوند ويعطيك اللي هي الخلفيات الموجوده بالنظام، بحيث انك تقدر تختار من هنا الايقونات، عفوا الخلفيات، و تنبسط، تمام. طبعا هو قاعد يحمل الخلفيات زي ما قلت لكم، ما اشتغل الفيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين شوي متاخر. اوكي، لذلك راح نرجع الى لوحه التحكم. في خاصيه اعتقد ما تكلمت عنها اللي هي الفونتس. اوكي، الفونتس تكلمت عنها. اوكي، راح نجي الحين الى الديسكتوب سيتنجز، تمام، وهي الشغله اللي اجلتها انا. الديسكتوب سيتنجز هي عباره عن خصائص خاصه بصفحه المكتب تقدر تعدلها من هنا، تمام. خلينا نشوف ايش نقدر نعدل. طبعا لو قلنا كذا الحين راح تشوفون سطح المكتب عندي فيه الايقونات هذه، ممكن من هنا اشيله، تمام، ممكن ارجعه، تمام، ممكن احط اشياء اضافيه زي تراش نتورك، ممكن اشيل اللي هنا هذا الخاص بالاقراص الموصله، لما توصل قسم معين يظهر على سطح المكتب، ممكن تشيله ممكن تضيفه، تمام. تراش ممكن ما معه. اوكي، الويندوز طبعا هذه هي الاشياء المهمه. اوكي، بالنسبه لي الخيار الاول هذا خيار، لما طبعا انت شايف لما اعدل النافذه واحركه راح تشوفها تمشي مع النافذه، لكن لما احط هذه راح يحرك المقاس النافذة، لكن النافذة تبقى بمكانها زي ما تشايف، تمام. بالنسبة ليوز كومبوستينج، وهذا هو اللي أجلته، تمام. الكومبوستينج هو خاصية تعطيك إمكانية أنك تتحكم بالشفافية الخاصة بالنظام. على سبيل المثال لو حملنا برنامج زي برنامج دوكي، تمام، دوكي هذا يتطلب شفافية، لو ما في شفافية بيشتغل لكن بيشتغل بشكل قبيح، ممكن ما يشتغل بالشكل المطلوب، يعني ما راح يعطيك مؤثرات 3D، ما راح يعطيك خلفيات، ما راح يعطيك ايقونات بشكل مناسب، ما راح يعطيك تكبير تصغير وشغلات زي هذه، تمام. زي ما شايف البرنامج شكله قبيح جدا صراحه. لو دخلت على خصائص خاصه بالبرنامج، تمام، من هنا وحاولت انك مثلا تحط 3D، تمام، راح تلاحظ ان 3D ما عليه علامات صح. ليش؟ لانه ما في كومبوزيتنج بالنظام. لما نجي اضغط على الديسكتوب سيتنجز من هنا وافتحه مثلا واحط على يوز كومبوستنج، راح الاحظ انه صار شكله اجمل، صار عندي امكانيه اني ازين اللي ابي بالدوكي، اضافه الى انه طلع عندي اطارات او طلع عندي ظل للنوافذ، هذا يعني انه الشكل صار احسن، الانسيابيه صارت اكثر. طبعا هذه قد تستهلك موارد معالج اذا كان جهازك ضعيف، تمام، لكن اغلب الاجهزه ما عندها مشاكل مع الموضوع ذا. خلينا نفتح الدوكي الحين ونشوف ايش راح يصير بالدوكي، تمام. راح تلاحظون انه انحلت مشكله اللي هي الخلفيه. بالنسبه لي اليوز سيستم فونت انتايتل بار، تمام، زي ما انتم شايفين الحين صار شكله ولا احلى، نشيله عشان ما يسبب لنا قلق. اوكي، زي ما انت شايف هنا الاطار هذا او النص هذا اللي موجود فوق اكبر من الخط المعتاد، لو حطيت علامه صح راح يختار اللي هو شكل النص. بالنسبه لي البوتون لاي اوت زي ما انت شايف انه الاطارات هذه، عفوا الازرار، الله اني مشاهي هنا، لحظه شوي. لينكس مينت وشاهي النعناع. طيب هذه هي الازرار، تصغير تكبير الى اخره. في عندك اللي هو الماك ستايل اللي هو بالجهه اليسرى، تمام، فانك ممكن تستخدم الماك ستايل يصير بالجهه اليسار، تمام، طبعا اذا كنت منتقل من الماك. طيب بالنسبه للانترفيس بشكل عام، اللي هو الواجهه، تمام، شو ايكونز المنيوز. طبعا انت لما تضغط على الزر اليمين راح تلاحظ انه في ايقونات هنا بالقائمه، تمام، لو شلت الخيار هذا راح تلاحظ ان الايقونات راحت، تمام. هذه هي اول خاصيه. شوك ايكونز البوتونز، طبعا الازرار هذه ما فيها ايقونات، لما تحط علامه صح يظهر فيها ايقونات، تمام، هذه الفكره.
تمام. كونتنس شو انبوت ميثود منيو اند كونتنس منيو، طبعا هذه اللي اعتقد انه الخاصه بالانبوت ميثود اللي تحت اذا كان عندك تعديل تمام ما بين العربي والانجليزي. تمام شو كود كنترول مع، طبعا هذا برضو ما راح تستفيد منه خاصه باللاي اوت، طبعا هو متعلق بالموضوع اللي فوق اعتقد. تمام بوتونز ليبلز، طبعا هذه النصوص الخاصه بالازرار. تمام تكست بسايد ايتم، تمام ممكن تحط ايكونز اونلي، تمام بحيث نكون ايقونات فقط. طبعا عشان تفهم الموضوع نفتح اللي هو مدير الملفات من هنا يا صديق. اوكي تمام زي ما شايف هذه الفكره اعتقد انها خاصه بهذه. اوكي زي ما شايف فيه نص ممكن انك تشيل النص او يكون النص جنب الايقونه او ممكن يكون نص فقط على راحتك. تمام طبعا هذه هي اعتقد الشكل الافتراضي. بالنسبه للايقونات ممكن تحط سمول ممكن تحط لارج، طبعا هي لارج ممكن تحط سمول. تمام صارت شوي. طيب بالنسبه للتيرمينال طبعا الطرفيه هي ما فيها غير خاصيه واحده، الخاصيه هذه اللي فورتشن كوكي. الفورتشن كوكي لما تفتح على الطرفيه تلاحظ انه ما يظهر شيء. طبعا الفورتشن كوكي معروفه جدا، اول ما تفتح الطرفيه ما في شيء، لكن لما تحط علامه صح هنا وتجي وتسكر الطرفيه تفتح من جديد يظهر لك بعض الاشياء. طبعا الفورتشن كوكي معروفه اللي هي كعكه الحظ، تمام تفتح تسوي تلقى ورقه قراتش في حظك اليوم. تمام فيطلع لك بعض النصائح بعض الحكم بعض الاستهبالات، احيانا في حاجات غريبه تطلع. تمام اذا كنت يعني هاوي الشغلات دي انصحك تتركها عشان تتفرج عليها. طيب خلصنا من اللي هي ديسكتوب سيتنجز، وممكن ندخل على الفايل مانجمنت. اوكي هذه يا لا 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 يا صديق. طيب هذا الفايل مانجمنت طبعا كانك جالس تتحكم بمدير ملفات نفسه هذا. اوكي فهو كل ما فيه انه في تحكم، هذا هو بريفرنسز اعتقد انها تعطيك نفس الفكره. اوكي هذه نفسها. تمام فانت كانك قاعد تتحكم بمركز الملفات. عموما احنا راح ناخذ فكره سريعه عنه. تمام بالنسبه للفيوز اللي هي الديفولت تمام الافتراضي ايكون فيو ممكن تغيره الى ليست فيو بحيث يكون عندك العرض بالشكل هذا، يكون عباره عن ليست لما تفتح يكون عندك بالشكل هذا الافتراضي. تمام انت على كيفك يعني غير من هنا وشوف اللي يعجبك. اوكي بالنسبه للترتيب الاسم والى اخره حسب المسار حسب الحجم والى اخره. تمام اعرض المجلدات قبل الملفات، اذا كان عندك ملفات اعرض المجلدات فوقهم بعد ما فتحت. هنا حط علامه صح يظهر لك اللي هي الملفات المخفيه تكون بشكل عام ظاهره. تمام اذا شلتها يكون الملفات المخفيه ما تظهر. تمام بصراحه انا اشوف في شغله واحده مهمه بالنسبه لي، انا افضل السنجل كليك. تمام تعودت على الكي دي اي. تمام الكي دي اي تعطيك سنجل كليك بحيث انك تضغط مره واحده يفتح لك الملف. تمام لما تحط سنجل كليك خلاص يصير عندك شيء تفتح بضغطه واحده. جميل جميل. طيب ممكن ترجع دبل كليك. تمام طيب ممكن انك تحط open each folder in its own window بحيث انك لما تحط علامه صح هنا تجي تفتح ملف معين راح يفتح بنفس النافذه، يعني ما راح يفتح بنافذه ثانيه. اوكي هذه فكرته. اوكي نشيل علامه الصح هذه. طيب بهذه خاصيه بالخاصه بالاكسكيوتبل، هل انت بتفتح الملفات اللي قابله للتشغيل تلقائيا او اسال كل مره او يعني ايش بتسوي. تمام ملفات اللي زي ملفات الشل طبعا يفترض تتركها زي ما هي عليه. تراش بالنسبه لنقل الملفات، هل تبي يسال قبل ما ينقل ملف او انه تبي ينقل مباشره. تمام بالنسبه لل وش هذه انكلود ديليت كوماند، هذا بالنسبه الخاص بالنقل او حذف الكوماندز. تمام هل انت بتنقل بنفس الطريقه ولا لا. نروح للديسبلاي اللي هي العرض. تمام زي ما انت شايف هنا مجرد عرض. تمام فانت ممكن تختار زي ما انت شايف هنا حجم ديت الى اخره. طبعا اعتقد انه حسب الترتيب المفضل، طبعا تاريخ اعتقد. تمام اذا كان بالليست فيو. اوكي ليست كولمز هذه الخاصه بالليست كولم، طبعا هذه الاشياء اللي انت حابب انها تظهر. فلما ندخل هنا هذه الليست الله يسلمكم زي ما انت شايف نيم سايز الى اخره، ممكن من هنا تضيف اشياء ثانيه زي اونر وهلم جرا. اوكي طيب نروح نعمل البريفيو، هل تبي يكون في بريفيو للملفات زي الصور والى اخره. لوكال فايلز اونلي تمام هذه راح يعرض لك الملفات الداخليه فقط. تمام اللي هي على الجهاز، بينما اولويز لما تكون متصل على سيرفر اف تي بي راح يعطيك اللي هو معاينه ما عندك مشكله. اوكي اذر بريفيوز بالنسبه لل الحاجات الثانيه كنت تحط علي اولويز ايضا. طبعا هذه عفوا تكست، هذا خاص بالتكست هل تبي يعرض ولا لا، هذه الخاصيه اللي هي خاصه بالاف تي بي والى اخره. طبعا الاونلي فايل اسمه اذا كان الملف اصغر من 10 ميجا يعرضه فقط. تمام اعتقد انها خاصيه جميله عشان توفر عليك التحميل. ايضا هذه خاصه بالاصوات وهذه خاصه بالمجلدات وكلها عن المعاينه. نروح للميديا. تمام
الميديا اوكي ايش راح بتسوي السي دي كيف حاب انه ينفتح عندك خيارات الدي في دي الميوزك الفوتوز الى اخره تمام مجرد تحط برامج افتراضيه بلجنز ما في بلجنز معينه ممكن تدخل تبحث عن بلجنز ممكن ما تحصل النيمو تمام هو نيمو هذا كاجا اعتقد او ساجا ما ادري ايش مسمينه تمام اذا ما حصلت اعتقد ناتلس يكفي اوكي الناتلس القديم ممكن تاخذ لان هذا ساجا عباره عن فورك من الناتلس طيب نشيله ندخل على اللانجويج سبورت طبعا اعطيت الدرس كامل هذا مجرد دعم للغه في عندك المين منيو تمام وتكلمنا عنها احنا امس بالدرس اللي راح انه كيف تعدل على برامج اوكي هذه تمام البوب اب نوتيفيكيشنز هذه هذا احسن شيء عندي بالحياه اوكي اللي هنا التنبيهات تمام لو اننا جينا الحين غيرنا محل التنبيهات غيرنا الثيم مثلا تمام سويت بريفيو لاحظ التنبيه شايف شكله طبعا هو افتراضي كذا وبعدين كذا وبعدين سوي بريفيو هذا الشكل افتراضي اتوقع من هنا تعدل تحطه مثلا توب ليفت تغير الثيم مثلا تحط سلايدر وبعدين تسوي بريفيو اوكي زي ما شايف ممكن تسكره من هنا طبعا هذا مجرد تعديل البوب اب نوتيفيكيشنز سكرين سيفر اللي هي شاشات التوقف وحفظ الشاشه طبعا مهمه جدا تمام في بعض الخصائص تحت خاصه بالامان اللي هي ممكن تحط علامه صح علشان نسوي باسورد على ذي ممكن تختار بعض شاشات التوقف من هنا انا بصراحه ما عمري شفت شاشه التوقف ذي هنسوي بريفيو وخر صديق اي يا محمد والله العظيم القسم بالله والله العظيم غيرت رايي والله العظيم ما ابي يا هي يا صديقي يا كابتن كيف اطلع من الذي راح اجرب الت دبليو او كنترول دبليو هاي شيء شباب ايوه الت اف 4 تمام سكرت الموضوع انت بتسوي بريفيو تلعب مثلي زين انا بصراحه ما دريت انه راح يوقف في عندك اللي هن فلوتنج فيت زي ما شايف في شغلات حلوه تمام ممكن تختار حاجات جميله لي جدا بسبب بريفيو حلوه عرفت اطلع اكيد احاول هذا بالنسبه للسكرين سيفر في حاجه ثانيه داخل السكرين سيفر ما في تمام طبعا هنا في خيارات الطاقه تمام ممكن ترفع عليها اذا كان موصل على الشاحن اذا كان غير موصل ممكن تعدل بعض الخصائص متى تطفى الشاشه والى اخره طيب نجي هنا الحين الله يسلمك للوكر سكرين ولا حاجه هذه هي اول ما تثبت البنت تظهر لك الشغله هذه لكنها مفيده بالمناسبه هنا في حاجات يعني انصحكم اذا عجبتكم التوزيع تسوون دونيشن اللي هي تبرعات النظام طيب نروح للويندو تمام طبعا فيها اشياء متكرره مع الليك لكن حاجات حلوه تمام بالنسبه لانيبل سوفتوير كومبوزيتنج ويندو مانجر طبعا هذه هل تبي سورس في كومبوزيتنج على النوافذ نفسها عندنا نفس فكره اللي قبل شوي تمام اللي هي يصير في ظل ويكون في دعم للشفافيه تمام لو ضغطنا على الت تاب تمام زي ما انت شايف هنا في نوافذ مفتوحة وفيها زي ما تقول معاينة لما انت حط علامة صح اي يا مدير لما انت حط علامة صح هنا خلاص حط علامة صح هنا تجي تروح النوافذ تطلع الايقونات فقط مو حلوة تمام طيب هنا سيلكت ويندو والموس اوكي لما تمرر الماوس فوق نافذة يختاره بدون ما تضغط عليها اوكي الان تم اختيار النافذة هذه تم اختيار هذه تم اختيار هذه يعني تصير هي الناشطة اوكي طبعا من المحبة كيف كنت على راحتك تموف ويندو بريس اند هولد ذس كي اي ممكن تضغط على الت وتحرك النافذه زي ما انت شايف طبعا انا قاعد احرك نافذه الفيرتشوال كامله تمام لكن هذه خاصيه للتحريك النافذه حاب تحرك النافذه ممكن انك تضغط على الت تمام وتحرك على كيفك بحيث انه تلقائيا هو يمسك النافذه ويحرك تمام انتهى درس اليوم كل تكلمنا على البيرسونال اي اسئله اي معلومات ابو شيء تحت عندكم رابط منتدى الدعم الفني اخذ مزه شاي قبل نروح اقول مع السلامه